سيناريو القتل والموت والدمار لا يتوقف. شهور تمضي وشعبنا الفلسطيني صامت في الأرض المحتلة. القنابل تنهمر والصواريخ لا تتوقف. حصار التجويع وحصار الموت البطيء ما زال مستمرا. أدرك تماما أن اللحظات التي نمر بها صعبة ومؤلمة، وأعرف تماما أن كل من يقول كلمة الحق في هذا الزمان تنطلق في وجهه سهام حارقة. هكذا الأمر. لكن ماذا نفعل أمام الضمير؟ وماذا نفعل عندما نتخطى جراحنا إلى غد أفضل، إلى وعي بحقائق الأمور، إلى إدراك بأن ما يقوم بها العدو الصهيوني إن استهدف شخص فهو يستهدف الآخر، إن استهدف وطن فهو يستهدف أوطان متعددة. لا تظنوا أن ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ولا تظنوا أن عمليات الاغتيال الممنهجة التي قامت بها خلال الفترة الماضية وآخرها اغتيال الشهيد إسماعيل هنيه، لا تظنوا أن هذا يشفي غليل البعض. فهؤلاء الذين يبحثون عن غليل يشفى أو كلمات تقال في غير موضعها يتجاهلون أننا جميعا هدف للعدو الصهيوني، وأن مصر ليست مستثناة، وأن الأمة ليست مستثناة، وأن الأمر لن يقتصر على غزة ولا الضفة ولا حتى فلسطين. عليكم أن تقرأوا التاريخ وأن تقرأوا مقالات ومقولات الصهاينة حتى قبل أن يؤسسوا كيانهم اللقيط على أرضنا. عندما نسمو على الجراح ونحاول أن نزيح بعض الأزمات جانبا لنقف في الخندق مع المقاومة، فنحن لا ننسى أي إساءة، ولا ننسى أي مواقف لم تكن طبيعية، لكننا نقفز على الجراح من أجل الوطن والشعب والأمة والناس. هل يعقل أن كل من يدين الصهاينة في جريمة اغتيال إسماعيل هنيه يصبح هدفا؟ هل يعقل أن كل من يحاول أن يجعل من قلمه أو كلمته حائط صد دفاعا عن أوطاننا ومواجهة للعدو الذي لن يرحم ولن يتوقف أمام اتفاقية سلام هنا أو هناك، هل أنت مذنب؟ أبدا والله. الوطن والقضية، التاريخ يعكس ماذا تريد. الواقع الذي يؤلمنا جميعا، كيف نصمت أمام هذه الحرب التي تشن ضد أهلنا؟ كيف ننام وأطفالنا يقطعون ويموتون؟ كيف نسكت حتى على هؤلاء الصحفيين وآخرهم إسماعيل الغول ورامي الريفي اللذان قتلا واستشهدا بينما يؤديان رسالة يمسكان بالكاميرا والميكروفون وليس بالكلاشينكوف ولا المدفع ولا الرصاص؟